أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم في دبي أعمال المنتدى 15 للكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نخبة من القيادات وكبار الشخصيات والتنفيذيين من كبرى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاصة. ويهدف المنتدى بدورته الحالية إلى التركيز على استراتيجيات تطوير الجيل القادم من القيادات الوطنية ودعم رؤية المؤسسات في ابتكار نماذج قيادية قادرة على قيادة مستقبل مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المنظومة الاقتصادية التي تسعى لها حكومة دولة الإمارات من خلال قدرات كوادر وطنية شابة تساعد على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة وتعزيز معايير التنافسية العالمية. في إطار جهوده الحثيثة لتطوير الكوادر وتوفير الوظائف لأكبر عدد من الشباب، طرح برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية مبادرة للتوظيف الفوري ل 150 مواطنا من الباحثين عن عمل في دبي على أن يوقعوا عقود الوظائف بنظام التعيين الفوري ويتسلموا العمل خلال الأسبوع المقبل. عمر الشعالي والتفاصيل. مبادرة بثت الأمل والتفاؤل في شريحة كبيرة من الشباب. تلك المبادرة التي طرحها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية للتوظيف الفوري ل 150 مواطنا في إطار حرصه الدائم لتطوير وتأهيل المواطنين لسوق العمل إلى جانب توظيفهم. ويذكر أن الشواغر الوظيفية المتاحة ستكون في قطاعات الضيافة والبنوك والصرافة وتجارة التجزئة، وهي قطاعات تشهد نموا لافتا في الإمارة، ومن ثم ينبغي على الجهات الداعمة لبرامج توطين الوظائف تركيز اهتمامها على تلك القطاعات لضخ مزيد من المواطنين الباحثين فيها عن عمل. كما أن الفرص الوظيفية المتاحة ستراوح فيها الرواتب بين 7600 درهم و 21000 درهم وامتيازات أخرى مهنية ووظيفية، فيما سيشهد منتدى التوظيف مشاركة جهات ومؤسسات بارزة في القطاع الخاص. طبعاً الهدف الأساسي من هذا اليوم هو إيجاد فرص وظيفية متنوعة لإخواننا المواطنين من حمل الشهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس. بالإضافة إلى ذلك نوعية الرواتب هي نوعية يمكن تكون شوي مختلفة عن الرواتب الموجودة في القطاعات الثانية، واللي هي تبتدي من حدود تقريباً 7600 إلى 21000 درهم. بالإضافة إلى ذلك أن هناك في تنوع من قبل القطاعات المشاركة اليوم في هذا المنتدى. ومن المبادرات النوعية والتوعوية للهيئة توظيف إحدى الأمهات لتقوم بدور توعوي مؤثر تجاه الأبناء المقبلين على العمل. الحمد لله بأمر شيوخنا الله يطول عمرهم، ما يبون أي مواطن من دولة الإمارات يكون عاطل عن العمل، يبغاهم كل فرد في هذا المجتمع يكون فعال ويكون يعمل في هذا الوطن. مقدم الوظيفة الحمد أي وظيفة يختارونها، عندهم 6 اختيارات و6 مؤسسات عندنا. يعكس هذا المنتدى جهود الهيئة نحو تطوير القوى العاملة على مدار العام ومنحها الفرصة نحو تحقيق مزيد من النجاح المهني. ويذكر أن نسبة البطالة في الإمارة خلال الأعوام الماضية تراجعت من 10.7% إلى أقل من 2.8% خلال الفترة الحالية، وهناك مستهدف داخلي في البرنامج يرمي إلى خفض النسبة إلى أقل من 1% خلال عام من الآن. حولت مؤسسة مطارات دبي صباح اليوم 3